بصي، اللوائح الدوليه كانت شهاده صفه عامه تاخد حضرتك، بتدي الحريه والاستقلاليه للمؤسسات الرياضيه، تمام؟ دي واحد وبتمنع ماشي. بص وبتمنع بصوره او باخرى تدخل اعمال اي مؤسسه رياضيه في الاخرى، لان كل مؤسسه من تلك المؤسسات هي تعتبر هيئات رياضيه ذات شخصيه اعتباريه مستقله، تمام وبالتالي لا يجوز التدخل من قبل اي مؤسسه في الاخرى، تمام؟ الا اذا خالفت المؤسسه دي هي احكام النطاق الاوروبي. ولذلك المشرع الاولمبي او المشرع في قواعد النطاق الاولمبي راح لهذه النقطه واكد على ان اللجان الاولمبيه الوطنيه دورها فقط هو دور حمايه من اي اختراق او من اي خرق لقواعد واحكام النطاق الاولمبي. ما تقدرش اللجان الاولمبيه الوطنيه تتدخل في هذه المؤسسات الا من خلال هذا المنظور. تمام؟ تمام. ولكن انت طلع دلوقتي انت قدام قانون اعطى الحق للجنه الاولمبيه الوطنيه ان هي تحدد نصاب، وقلنا ان ده يخالف الميثاق الاولمبي، ولكن انت محتاج ان انت تمشي العجله والامور تمشي والانتخابات تتم عشان المؤسسات تستقر، وده امر مفيش مشكله فيه، لكن لازم الناس تبقى عارفه ان كل ده بيخالف الميثاق الاولمبي. اللجنه الاولمبيه الوطنيه دورها مع المؤسسات سواء كانت اتحادات او انديه هي حمايتها من الانتهاكات التي من الممكن ان تتعرض اليها من تدخلات من جهات مختلفه. كابتن شادي بيلعب في النادي الاهلي، تعرض لتمييز، تعرض للظلم، تعرض لاي موقف من المواقف، هيروح لمين؟ بيروح للاتحاد بتاعه، اذا لم ينصفه بيذهب الى اللجنه الاولمبيه الوطنيه وهكذا. زي بالظبط، معلش انا اسف يعني عشان اتناقش معاك، زي بالظبط لما يبقى في مدرب ليه فلوس او لاعب مصري ما خدش مستحقاته، ما ينفعش اللي هو يخاطب الاتحاد الدولي، لازم يخاطب الاتحاد المصري الاول، صح كده؟ صحيح يا فندم. تمام. صحيح. وبالتالي احنا بنقول ان اللجان الاولمبيه هي بتحمي تلك المؤسسات من اي اعتراض، لكن انت دلوقتي امام القانون وامام كل الاعراف الدوليه، اللجنه الاولمبيه زيها زي الاتحاد، زيها زي النادي، مؤسسات رياضيه اهليه لها جمعيات عموميه بتشكلها وبتكونها، لا تستطيع ان تتدخل مؤسسه في اعمال المؤسسه. طيب دكتور لو سمحت، انا عارف يعني الماده 19 والماده 20 والماده 21، بس خصوصا 19، ممكن حضرتك تقول لنا بتقول ايه؟ بص انت بتتكلم على يعني انت عاوز تروح لايه بالظبط يا كابتن؟ انا عايز لا لا انا عايز حضرتك يعني انا عارف ان حضرتك خبره وخبره محترمه جدا، انا عايز اسمع من حضرتك الماده دي بتقول ايه؟ الماده 19 المواد خصوصا. المواد دي يا كابتن متعلقه باتحاد كره القدم وانديته، بتؤكد على جزئيتين مهمين جدا. اتفضل يا دكتور. المواد دي اساسا اتعدلت في التعديل الاخير 3/2016، تمام؟ انت عارف ان اتحادات الكره في العالم بتتكون من انديه رياضيه. اول حاجه لازم ان يتحميها اتحاد الكره في نادي انه يؤكد على ان تلك الانديه لا تتدخل في قراراتها اي سلطات خارجيه. واي نادي او اي عضو من اعضاء الاتحادات الوطنيه يتعرض لتدخلات في قراراته وهو عضو في اتحاد كره، هذا الامر بيرفضه الاتحاد الدولي، وبيرفض اي قرار ياتي من مؤسسه سواء كانت هذه المؤسسه صادره بقرار تعيين حكومي او وجود تدخل او شبه تدخل في قراراتها من اي سلطه خارجيه، وبيعترفش بيها. تمام. فاحنا دلوقتي قدام انديه، نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي كوره مسجل في اتحاد الكوره، هذا النادي لا يجوز ان تتدخل في اموره اي مؤسسه غير الجمعيه العموميه بتاعته. تمام. امتى تخش المؤسسه؟ اذا خالف الميثاق الاولمبي. هذه الانديه لو اثبت عليها انها بيحصل فيها هذا التدخل، دي الاشكاليات بقى اللي ممكن تواجه الرياضه. فاحنا بنقول يا جماعه انتوا اديتوا الجامعات العموميه حريه، اديتوا المؤسسات حريه، فكملوا بقى في المعايير فكملوا في النطاق الدولي، ما تمشيش على سطر وتسيب سطر. دكتور محمد انا بشكرك شكرا جزيلا، احنا كنا بنستفسر عن دي، انا بشكرك شكرا جزيلا، واحد من الشخصيات المحترمه جدا اللي اكيد كلنا بنثق فيها، والراجل دايما على الحياه بيقول الصح صح والغلط غلط، ايه راي حضراتكم؟
الراجل قال لك واضحه وصريحه الماده اللي انا بكلم حضراتكم عليها، لان في الاول وفي الاخر انا اللي انا فاهمه في حاجه اسمها لائحه استرشاديه، يعني يعني انت بتكلمني نتناقش مع بعض، لكن انت بتتجاهلني عشان عايز تعمل اللي في دماغك، وفي الاخر عملت اللي في دماغك وبتلزمني وتيجي تقول لي على يومين لا. طب ما انت في اللائحه الاسترشاديه ما عملتهاش ليه في يومين؟ ما عملتهاش ليه في يومين من البدايه؟ ما قلتش بقولت لا او كتبت فيها اللي انت قلت هو يوم واحد هيتعمل فيها كده، لكن كل ما وجد لك حلول تقف عائق قدامي وحطيت لي رقم ولا هو 10% ولا فاهمين منه اي حاجه، قلنا الكلام ده وهنفضل نقول. طيب انا سالت شويه اسئله شويه الاسئله البسيطه المتعارف عليها للمسؤولين. طب جاوبونا عليه عشان عندي رد النهارده على احد الاعلاميين طلع امبارح قال كلام. التاريخ لوحده هو اللي يبقى شاهد على كلامنا، احنا اللي صح ولا انت اللي صح؟ بس معانا مكالمه مهمه جدا من اللواء محمود احمد علي رئيس اللجنه الاولمبيه الاسبق. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا يا كابتن شادي، ما احنا اتفقنا بلاش حكايه اللي هو يا كابتن ماشي يا كابتن محمود. انت وحشني جدا و